على الصعيد الأمني سهام، اليوم حتى هذه الساعة تبدو الأمور هادئة. كانت هناك بعض المعلومات التي تتحدث عن عثور الجيش اللبناني على منصة صواريخ في منطقة الحنية القريبة من منطقة القليلة في صور جنوب لبنان، والتي عادة تستخدمها الفصائل الفلسطينية لإطلاق الصواريخ. في معلومات خاصة بالتلفزيون العربي من مصادر عسكرية بأن هذه المنصات لم تكن معدة للاستخدام، وإنما هي منصات استخدمت فعليا يوم أمس، وليس هناك من جديد على هذا الصعيد، أو ليس هناك من رصد لأي عمليات مرتقبة اليوم. ولكن بطبيعة الحال نظرا واعتمادا وانطلاقا مما كان يحصل في الأيام الماضية، هناك توقعات بأن تشهد القرى الحدودية، بعض القرى الحدودية إن كان في القطاع الغربي الأوسط أو الشرقي هنا حيث نحن، أن تشهد عملية أمنية أو أكثر انطلاقا كما ذكرت مما حصل في الأيام الماضية. يوم أمس كان اليوم الأطول والأعنف فيما يتعلق بهذه العمليات، إن كان من كتائب القسام وإن كان من حزب الله الذي أصدر بيانات متعددة طيلة يوم أمس، والذي أصدر كما ذكرت اليوم العديد من الفيديوهات، منها ما يوثق عملية استهداف لقوات الجيش الإسرائيلي في نقاط تمركزهم وآليات للجيش الإسرائيلي، وإن كان تدمير كاميرات المراقبة على سور المحيط ب مستعمرة المطلي. المخاوف الإسرائيلية في هذا الإطار تنطلق من هذه الحادثة، أو تزيد عليها هذه الحادثة المزيد من القلق، خصوصا وأنه يوم الجمعة ويوم السبت كانت هناك محاولات من كتائب عز الدين القسام من الجانب اللبناني القيام بتوغل أو بتسلل إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدى ذلك إلى سقوط 3 فلسطينيين من المخيمات اللبنانية. وبالتالي تدمير الكاميرات اليوم يثير مزيدا من القلق لدى الجانب الإسرائيلي، خصوصا وأنه صباح اليوم لم تكن الرؤية واضحة، خصوصا مع عوامل الطقس المتغيرة والمتقلبة بشكل منتظم ومتكرر في هذه المنطقة. هدوء حذر، نترقب ما ستؤول إليه الأمور هذا اليوم. إذا كانت العمليات التي يقوم بها حزب الله وكتائب القسام ستستكمل اليوم أيضا.